سعيدة. صباح الفل على كل الحلوين الطعمين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حالا، واهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. اسرتنا واسلوب سلام وامان، وهنبتدي نرحب بيهم ونتعرف عليهم ونشوف مين اللي هينورنا النهارده وهيجي معانا رحلتنا. هنبتدي بالاستاذ جاستن. جاستن، ازيك يا جاستن؟ كويس. عندك كم سنه؟ 7 سنين. 7 سنين. قول لي بقى، انت عندك اخوات؟ اه. عندك ايه؟ اخت صغيره اسمها ايه؟ جاستن. جاسمين. جاستن وجاسمين. وجاسمين بقى عندها قد ايه؟ صغننه خالص. اه. فانت جبت مين معاك النهارده؟ ايفان. ايفان بقى مين؟ ايفان صاحبي. صاحبك؟ صاحبك الانتيم؟ اوكي. ازيك يا ايفان؟ كويس. عامل ايه؟ كويس. صاحبه من قد ايه؟ من وانا عندي 3 سنين. وانت النهارده عندك كام سنه؟ 7. 7. طب وايه بقى بتعملوا ايه مع بعض؟ بتلعبوا مع بعض بقى؟ بنلعب مع بعض، وكان في صاحب تاني بس هو ما رضيش يجي. ما رضيش يجي؟ المهم انت منورنا النهارده. ماشي. ماما مامت جاستن. مامت جاستن. ايوه. مامته هو مش مامتي انا. اوكي. مامت جاستن اسمها كريستين. كريستين، ازيك يا كريستين؟ الحمد لله. اشتغلي؟ كريستين مينا؟ لا، كريستين ومينا؟ طب انا هتعرف، انا سيبني انا هعرف اسالهم. انا استنى بس، الله على الحلقه. اتفضلي. حاليا لا. بس حاليا لا. قبل كده إيه؟ كنت بشتغل في شركه سياحه و... اوكي. يعني خرجت بكالوريوس سياحه وفنادق. اه نايس. اوكي. هنشوف بقى الاسئله النهارده ايه يعني. تعالى نعرف بقى. ربنا يستر. مينا. مينا هو قال لي. مينا. مينا بابا جاستن. اي مدير مبيعات. ماشي. بزنس مان. بزنس مان كده على قد. ايوه. وعندك جاستن. وجاستن ما شاء الله. وايفان صاحبه. تمام. أيوة. ايفان صديق جاستن من زمان، الطفوله، من عمره. ايوه. في الحضانه مع بعض وفي المدرسه كمان مع بعض. نايس. وفي نفس الفصل. حبينا نفاجئهم بالرحله السعيده. الرحله السعيده اللي ان شاء الله تبقى فعلاً رحله سعيده، وان شاء الله يبقوا متعاونين بقى ويتعاونوا ويتكاتفوا في الفريق ويوصلوا كده لحاجات حلوه. صح؟ صح. ماشي. نيجي بقى لاسره البنوته الوحيده اللي معانا النهارده، الاستاذه روفينا. ازيك يا روفي؟ فين صوتك؟ فين صوتك؟ كويسة. أيوة كده. قولي عندك كم سنة وشيلي إيديكي كده ووريني وشك الحلو القمر ده. 7 سنين. 7 سنين؟ سنة كام؟ أولى ابتدائي. آه قدهم يعني. عندك أخوات؟ آه. قد إيه؟ جيسي وكريس. كريس بيبي وجيسي كبيرة شوية. كبيرة شوية. قد إيه بيبي برضه؟ لا كبيرة. قد إيه؟ كي جي تو. أيوة بأي صغنن أنا برضه، عشان كده معرفتيش تجيبيها تلعب معاكي النهاردة. جبتي مين معاكي بقى؟ جبت محمد. محمد. محمد صاحبك منين؟ قول لنا انت يا محمد. صاحبها عادي. صاحبها عادي يعني. يعني اتعرفتوا على بعض فين؟ من العيلة. من احنا العيلتين. اه اصحاب. اه فاميلي فريندز، اصحاب عيلة. طب قول لي عندك كام سنة يا استاذ محمد؟ 10. 10. وبتحب تعمل ايه بقى؟ بحب ان انا بحب لو في وقت فراغي ان انا اقعد ابحث عن الفضاء عشان بحبه. تبحث عن الفضاء؟ تبحث عن الفضاء ازاي؟ بتفرج على فيديوهات عن معلومات عنه. انت عايز تبقى رائد فضاء شكلك؟ عالم. مش رائد. انت عايز تبقى عالم فضاء. نايس. اوكي. طيب مامت روفينا. روفينا اسمك ايه؟ اسمي ماريز. ماريز. تشتغلي؟ تمام. كنت بشتغل مدرسه وحاليا. اه لا خلاص تمام. كفايه ثلاثه دنيت لهم في البيت. ربنا يكون في عونك. اند مايكل. بابا روفينا. بابا روفينا. أي لا مفهومة. مش بابا محمد. مايكل قولي بتشتغل ايه؟ بشتغل في شركة أدوية مدير مبيعات. في شركة أدوية ومدير مبيعات. مديرين مبيعات قدام بعض. والحرب شرسة. منافسة شرسة جدا جدا. يلا بينا بقى ايه نبتدي على طول رحلتنا. وأحب قبل ما نبتدي الأسئلة بتاعتي أعرف انتوا عارفين بعض قد ايه؟ ممكن يعني ولا ايه؟ لا مش ممكن. يا ابني انت الوحيد اللي كنت موافق على كل ألعب. حاجه. انا عايز العب. عايز تلعب؟ مش جاي اسئله، انا جاي العب. انت واضح انت جاي متفرج وعارف اهدافه وعايز يلعب في كل الحاجات. هسالك انت بقى اول سؤال عن صاحبك الانتين. ايه اكتر لون هو بيحبه؟ ازرق. ازرق؟ ده عارف كل حاجه. ده شفت الاسئله سهله ازاي؟ محمد قول لي روفي مين اكتر واحده بنت صاحبتها؟ ما اعرفش طبعا. ما تعرفش طبعا؟ الله اكبر. ما تعرفش يعني ما خالص؟ ما بتقولكش اي اسامي كده وانتوا بتلعبوا؟ لا. لا اتكلمش في الموضوع ده، احنا اصحاب وخلاص. اوكي. مينا قول لي جاستن ايه اكتر كرتون بيتفرج عليه؟ كرتون. كرتون
بنتين ما تقلقش ما تغششوش، ما حدش غششه. هو ممكن توم جيري؟ توم اند جيري فعلا؟ ده بجد؟ ماشي طيب قوي. مايكل قول لي روفي ايه اكتر حاجه بتتخانق فيها مع اخواتها؟ الالعاب. انهي العاب؟ الالعاب اي العاب؟ الحاجه اللي بتضيع، الحاجه اللي بتضيع. في لعب تضيع تتبهدل واضح ان انت اخت كبيره ومش سهله. ما فيش حاجه تضيع هنا. ماشي اوكي. انا هضيع في روفي. دي كان انت صوتك ما كانش طالع، ابتدت اهي اللي هيضيعها في رومو اصلا. قول لي يا جاست، مينا مين اكتر حد بيكلمه في التليفون؟ موسى. موسى صاحبه؟ ماشي اوكي. صاحبه ايه؟ اخوه. اخوه؟ طب انا مش عرفني، انا بسالك، انا بسالك بالراحه عليا، ده عصبي قوي. طيب اوكي، قول لي يا لا قولي لي انت يا روفي، ماما مين اكتر حد بتعمل معاه تشاتنج على التليفون؟ مين أكثر حد بتكلمه ماما؟ كل تيتا. تيتا؟ تيتا؟ أي طب مالك يا مريض مكسوفة من إيدي؟ تي مامتك الأم عادي الأم. طب أنا شايفة يا جماعة إن إحنا حلوة قوي كده. حلوة تعارف كده. أنا ماما بتكلم خالته كل شوية. طب ما لازم أختها. أختها وبابا كل شوية بيكلم الشغل يا إما يكلم عمي. ماشي أنت بتجاوب على أسئلة اللي ما تسألتهاش وأنا مبسوطة من ده والله، بس اللي جاي هتجاوب على الأسئلة اللي أنا هسألها، أوكي؟ عايزة أفكركم إن أنتوا عندكم وسائل مساعدة، وعندنا ثلاث مراحل أسئلة، أنا مين أو أنا إيه الأسرة كلها بتجاوب ببابا وماما، وبعدين صح وغلط واختيارات أنتوا بس، وعندكم وسائل المساعدة، أوكي؟ أوكي. نبتدي؟ يلا، ماشي نبتدي على طول ونقول أنا مين أو أنا إيه؟ مناطق مجهزة تضم تنوعاً كبيراً من الحيوانات الأسيرة مما يسهل عرضها للناس للاطلاع عليها عن قرب. حديقة الحيوانات. أكيد حديقة الحيوانات. ماشي أوكي. منطقة غرضها ترفيه الزوار، تجذب السياح من خلال ألعاب ومركبات متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات الأطفال والكبار. الملاهي. الملاهي طبعاً طبعاً. شطارة. ماشي. طفلة اشتهرت كممثلة ومغنية ولقبت معجزة السينما المصرية. فيروز طبعاً. ماشي. أشهر طفل في السينما المصرية وعرف بدوره في فيلم سر طاقية الإخفاء. اللي هو اللي هو مهندس بس اسمه. أحمد إيه؟ خمسة. أحمد إيه؟ أربعة. مش عارفة أنا عارفة إن هو مهندس. تلاتة. اتنين. بيعد معايا. ده مش صعب خالص. أحمد فرحات. اخسى عليك وماشي. إحدى محافظات القناة تقع في الشمال على ساحل البحر المتوسط ومن أشهر المدن وبها كور فؤاد. الساحل الشمال. لأ لأ. بورسعيد. بورسعيد برافو. محافظة من المحافظات الحدودية لجمهورية مصر العربية ومن أشهر المدن فيها مدينة الغردقة. البحر الأحمر. برافو. ماشي طيب حلوة قوي الأسئلة لحد كده. تعالوا نشوف أول مهمة. مين هيعمل أول مهمة؟ رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. يلا البس النضارة بتاعتك وقف هنا. هنشجعهم ولا إيه؟ وقف هنا. وقف. يلا وانت اقف هنا. ايفان يلا ايفو. يلا عندنا ايفان وعندنا محمد. هنشوف مين من الفريق الاول. ضيوف بقى. الضيوف دول الضيوف وبيبتدوا اول مهمه. يعني انتوا جايين مع اسر وشايلين اسم اسر معاكم. فهنشوف مين اللي هيجيب الكره الزرقاء الاول. ريدي ستيدي جو. برافو برافو على النطه مبدئيا. يلا ايفان. ايفان ولا محمد؟ دوروا في الاطراف. طيب ايوه محمد بيدور بجديه رهيبه. يا سلام يا روحي يا جاستن. اول باول بيوضب. محمد. ايفان ولا محمد؟ يلا يا محمد الاسره بتناشدك تجيب الكوره. ايفان. تعالوا دوروا هنا. يلا ايفان. تعالوا دوروا هنا. يلا دوروا كويس على الطرف. دور بس ما تقول له دور. دور يا ايفو. دور يا محمد. دور يا ايف. تعالي انت كمان. انت كمان تعالوا هنا. ما حدش يقول لهم حاجه. دور يا ايفو. دور يا محمد. دوروا في الطرف جامد.
دوروا جامد. يلا بسرعه. مش ممكن ما تقولوش حاجه. دوروا في الطرف. لا مش ممكن مش ممكن. دوروا في الطرف جامد. ايفو ومحمد انت جاي تشجعي روحي بسرعه يا محمد. دوروا في الطرف. دوروا في الطرف. ما انا كلنا عرفنا هي فين وهم عرفوا. فين الكوره الزرقاء طلع فين؟ هتموتوني. راحت فين الكوره؟ مش ممكن ده كل اهي. بسرعه يا محمد راح وديته وقفي. ها انتوا وديتوا الكوره فين وكنتوا ماسكينها حالا؟ الكوره الزرقاء اللي كنتوا ماسكينها. شوفوا لا مش مصدقاكوا. ده توهوها. بسرعه انزلوا 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 بالراحه. انزلوا دوروا. مش ممكن مش ممكن. انزلي انزلي لو عايز انزلي. ها معقولة عملتوا كده بجد؟ وديتوها فين بجد؟ انا صدقت اللي وديتوها فين بجد؟ اهي فين؟ يا نهار ابيض. يا ابني انت مش مسكتها حالا هنا هتجننوني. طب انا هعد كاونت داون بقى عشان انا مش مصدقاكوا. اعمل ايه؟ اعمل ايه ده كانت في ايديكوا؟ 10 يا نهار ابيض. تعالى يا ابني ربنا يكرمك يا ابني. تعالى جاست جابها اخيرا. بعد معركة رهيبة جدا ما حصلتش قبل كده اصلا. الفريق الاحمر هو اللي كسب المهمة الاولى. بصوا بقى عشان انا ايه نفسي اتقطع من اول الرحلة فبالراحة عليا كده وركزوا معايا. المرحلتين الجايين الصغيرين بس اللي بيجاوبوا. ما عرفتوش عندكم وسيلتين مساعدة. يا الكبار يجاوبوا بدلكم يا تغنوا اغنية. ماشي؟ نغني أوكي؟ اغنية. هنشوف بقى ممكن تعرفها. يلا. تعالوا نقول صح وغلط. صح ولا غلط يعني؟ البقرة من حيوانات المزرعة. صح صح. إيه أنت بتجاوب ليه؟ أنت بتجاوب ليه؟ ده فريقك ده فريقه هو. أنتوا ما جاوبتوش بسرعة ليه؟ لأن هو قالوا إحنا لازم نجاوب. أنا عمال أقول خلاص السؤال ده كان ليهم وهم جاوبوا. جاوبوا على اللي بعده. لا ما تجاوبوش أنتوا. إحنا عمال أهو اسمع. بصوت عالي. اللون الأسود هو اللون الذي يستطيع صنعه من الفحم؟ صح برافو. الصقر والنسر والعصفور من الطيور الجارحة. صح ولا غلط؟ صح غلط. مش كلهم لأن العصفور مش من الطيور الجارحة. الله يا ابني عالم في نفسك والله. لا عالم عالم. أنا هاخد إجابة محمد وهو واثق من إجابة. إلسا إلسا هي البطلة الثانية لفيلم الكلاسيكي المرسوم بتاعت فروزن. طب أنت مين؟ إلسا. صح ولا غلط؟ صح صح برافو. ماشي أنا مش هسألهم سؤال تاني عشان شقاوتك دي وهنخش على المهمة التانية. تعال رحلة سعيدة رحلة سعيدة. ريدي ستيدي جو. يلا يا بيبو يلا يا جاستن. روفي روفي ايه جاستن روفي. يا نهار أبيض دول في نفس الحتة أوي. حاسبي توعي والله. برافو برافو يا جاستن جاستن. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. طيب الفريق الأحمر للمرة التانية بيفوز بتاني مهمة ونفسي بيروح في أول الرحلة دي. تعالوا نكمل اختيارات بقى. اختيارات برضو الولاد بس هما اللي بيجاوبوا. الصغيرين ما عرفتوش ممكن تستخدموا وسائل المساعدة. يلا السؤال هنا اهو في اختيارات ما بين الاقواس. هديكوا 3 اوبشنز. ما تتسرعش. اديني بقول لك اهو انا عرفتك. ما تتسرعش. ما تتسرعش. انا عاملاها اغنيه. ماشي. لماضه مش عاديه. لدى نور 9 قبعات للحفله. قبعات يعني هاتس. 7 بقول لك. انا بقول لك 9 ولا 7. اسمعوني. لدى نور 9 قبعات للحفله وهي تحتاج 19 قبعة لحفلتها. كم قبعة تنقصها؟ 9 ولا 10 ولا 11؟ 11 10
ليه يا ابني اصبر؟ اصبر صحيح، احسبها كده. ايه؟ تسعة؟ تسعة؟ عشرة، بابا 12 تسعة 12. وهي عايزة 19. اه يبقى فاضل لها تسعة ولا 10 ولا 11؟ 10. 10 10 ولا ايه؟ ناخد الإجابة نعتمدها؟ 10 10 برافو ماشي. هناك 13 سمكة في الحوض سبحت بعضها خلف الصخور وبقي 8 سمكات أمام الصخور، ما تقولش أي حاجة خالص. كم سمكة خلف الصخور؟ خمسة. عالم عالم، مش محتاج اختيارات. برافو. أداة. إيه ده؟ قال لك إيه ده؟ عمال أعمل كده. ما شاء الله. أداة تستخدم في تقطيع الأخشاب لأحجام مختلفة. المنشار، المفك، الشاكوش. منشار. منشار، برافو، ماشي. أداة يستخدمها الفلاح في حفر وقلب التربة لتهيئتها للزراعة وقطع فروع الأشجار. الفأس. الفأس، ما قلتش، والله ما قلت اختيارات، الله أكبر، ماشي. سهلة. سهلة أوي يعني. أنا فاكهة في حبات شكلها عجيب يجففوني أصبح زبيب. العنب، الرمان، المشمش. عنب. عنب طبعاً، برافو. مني ألوان كتير، أصفر وأحمر وأخضر، أحياناً بكون حار، اوعى مني تكتر. أحمر. التفاح، الفلفل، البصل. الفلفل. الفلفل. إيه أحمر إيه؟ أنا بسأل. الفلفل. ماشي. هو محمد عامة إيه؟ يعني جاي معاكي جامد وأنقذك جامد بقى، جامد يعني في الفقرة دي في الأسئلة. وبكده يبقى الأسئلة هنا طبعًا أكتر من هنا في الإجابات، هنا المهام أكتر من هنا، فإحنا الحمد لله لغاية دلوقتي متعادلين، بس هنشوف هنعمل إيه بقى عند التوازن. يلا بينا. يلا بينا ولا إيه؟ يلا. يلا. جينا بقى للتوازن وهنشوف مين هيعمل ايه، وانا بقى قاعده لهم اهو عشان متحمسه لكم جدا. يلا مين جاهز؟ كله جاهز؟ كله جاهز. طب يلا نبتدي على طول بال يلا تعالى. رحلة سعيدة. يلا جاهزين تشجعوا ايفو؟ اه. يلا ريدي ستادي جو. يلا ايفو. ايفو. لا 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 لا. وقعت. يلا 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 جاست. لا ايه لسه ايه وقعت؟ ماشي فده وقعت كده ما اخر مره. طب استنى هديله مره كمان. يلا ها كملهم بقى، كمل. امشي امشي كويس، امشي خطوه عاديه، امشي خطوه عاديه. ها كمل كمل، امشي خطوه عاديه، امشي خطوه عاديه، مالكش دعوه بيا، امشي خطوه عاديه ومالكش دعوه بيا، امشي خطوه، امشي عادي. ايوه كده. وسيبهم من ايه؟ سيب الكور اللي بتمسكها. اوكي سيبهم. يلا ارجع بقى، سيب الكور اللي تمسكها وامشي خطوه عاديه، مالكش دعوه بيا. وانا هرمي بقى كور كده، واحد اتنين، سيبها بقى لما تمسكها، سيبها. ثلاثه اربعه خمسه ها ها سته ها ها سبعه ها ثمانيه. ايه ده بقى ده؟ ايوه امشي امشي امشي. يلا ماشي يا ايفو، ماشي يا ايفو، عديها لك. يلا يا جاست. يلا جاهزين تشجعوا جاستن؟ الله لا 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 الله لا لا لا. والنبي شاطر وحلو، شاطر وحلو وجميل. برافو يا جاستن، والله برافو. برافو يا جوجو، برافو. يا نهار ابيض حبيبي، برافو. انا اتخضيت اصلا. برافو. كم؟ برافو برافو يا لوحي، شاطر يا جاستن، والنبي جميل يا جوجو، برافو. ده برافو قوي قوي قوي. بص الحضن ده جاي لك من صاحبك، احضن. يلا يلا يا ماما.
يلا يا كريستين. الله هتقع شكلها من قبل اي حاجه. كوكي 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 بيقول لك كوكي كوكي. والله برافو يا كوكي، والله برافو، يعني برافو. يا زعيم الكره ايه بتتهز اهتزاز عجيب، بس انت متوازنه برضو. برافو برافو. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ وقعت الكره. اوعي تقعي انت ولا ايه؟ كملي كملي كملي. وقعت الكره للاسف، للاسف وقعت. ماشي تعالى يا مينا. يلا مينا هتوقع الكره. يا مينا ارفعي لفوق شويه. وقعت يا مينا، قلت لك قلت لك. ارجع بقى ارجع. يلا الريدي ستادي، خلي بالك من الكوره. ان جو. مين بيشجع؟ يلا يا محمد شجعها يا محمد، حرام عليك. برافو والله برافو، انا مش عايزه اجي جنبك اصلا. والله شطاره، برافو، خلي بالك، برافو. وقعي للاسف. ارجعي عادي بقى خلاص، لو رجعتي ايوه. يا سلام، طب اهو ايه الثقه دي؟ طب ايه الثقه دي؟ طب اهو طب اهو بقى، انا هرمي بقى كور بقى، انا كنت سايباكي بقى كده بقى، والنبي شاطره ومتأنيه. يلا يا محمد. يلا ارجعوا ورا، روحوا هناك، روحوا هناك شجعوا محمد. لا روح هناك شجع محمد، روح هناك. يلا محمد خطير يا جماعه، محمد خطير، محمد 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 محمد. وقع الكوره، تعالى يا محمد نط يا حبيبي. معلش. يلا يا مريض. يلا مين هيشجع مريض؟ مفيش حد بيشجع مريض؟ مريض 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 مريض. والنبي جميل، ايفان هو اللي بيشجعك اصلا. يعني اصلا جميلة. برافو. يلا مريض مريض مريض، شاطرة قوي. ايفان بيشجعك بقلب، والله برافو. شطارة، برافو يا مريض. رحلة سعيدة، رحلة سعيدة. بحوش لك كور. يلا يا مايكل هتقع ولا ايه؟ هتقع ولا ايه؟ هتقع. لا لا لا، ايه يا مايكل؟ مايكل مايكل حاسب يا مايكل. لا 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 لا، حاسب يا مايكل، حاسب يا مايكل. مايكل مايكل ايه يا مايكل ده؟ ايه يا مايكل ده؟ ماشي ماشي ماشي. ايه ده؟ والله برافو يا مايكل، ايه ده؟ شاطر جدا. يلا يلا يا مايكل، يلا يا مايكل. مايكل مايكل مايكل. ايه ده؟ 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 يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. والنبي شاطر، والله خطير، خطير يا مايكل. برافو 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 برافو، بجد. حضن بابا، حضن بابا، جايه تديك حضن. ايوه شطاره، حلاوه، طعامه، لذاذه. برافو جدا جدا جدا. تعالوا بقى بعد ما نلم الحاجات دي هنشوف بقى هنعمل ايه في الفي ار. جينا بقى للفي ار والاستاذ ايف، وانا عارفه ان انت من اول خدنا منك الموبايلات وانت كنت متضايق، بس احنا جبنا لك في ار تلعب بيه، فانت جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز. جاهز هتلعب يعني؟ لعبت قبل كده في ار؟ ماشي، ورينا بقى حرفنتك ودوس كونتينيو وبلاي على طول. جاهزين تشجعوا ايفو؟ جاهزين. يلا يا ايفو بلاي يا ايفان. يلا
إيبان. 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 حاسب يا إيبان. إيبان. برافو. إيبان. أيوة يا ابني. إيبان. حريف والله. برافو يا إيبو. أوه برافو. والله برافو. إيبان. إيبان. برافو يا إيبو. أيوة يا ابني. حريف يا ابني. أيوة يا ابني برافو. يا سلام. صاحبك صاحبك قوي. ايوه حاسب يا ايفو دونات ميس. برافو. ايوه يا ايفو. برافو يا ايفو قوي قوي قوي. والله شطاره حلاوه طعامه تمكن اتقان ثقه. ايوه يا ابني يا سلام. هيكسب ولا ايه؟ بيعملها بيعملها الولد. الله يا ابني الله يا ابني على الحرفنه. ده حريف بجد. ده انت قاعد قدام الح... الله 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 الله. حلوه قوي. لا حريف ده لعب محترفين. ده لعب محترفين. برافو يا ايفو قوي. جريت جوب. الله لا 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 وراح حسن. برافو. مش قلت لك بقى هتسيب الموبايل بس هتتبسط؟ اتبسطت؟ بذمتك ماشي انا مصدقاك. يلا مين هيلعب من الفريق تاني؟ رحلة سعيدة رحلة سعيدة. ليه؟ يلا نشجع ولا ايه؟ نشجع ولا ايه؟ رورو رورو رورو. حاسب يا رورو ما تخليهمش يخبطوا فيكي. برافو برافو يا رورو. برافو يا رورو اختي. برافو. ها ايوه دونت مس. برافو رورو يا محمد. شجع رورو جامد. ايوه كده رورو رورو. برافو يا روبينا والله. يلا 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 شاطره جدا. حزب ايوه. اه دونت ميس وحزبي. دونت ميس وحزبي. اي اي برافو برافو. ايوه برافو. ماشي معلش يلا. ايه الازرق في الازرق والاحمر في الاحمر. برافو 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 يا بنتي. شاطره جدا شاطره جدا شاطره جدا. هايله. برافو برافو. رورو 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 رورو. شطوره يا روبي. رورو رورو. ايوه يا روبي. ايوه يا روبي. للاسف روبي خسرت. انا مش عارفه انتوا بتسقفوا لها ليه بس احنا بنسقف لها عشان شطارتها. خسرت للاسف للاسف. للاسف هي خسرت بس احنا عندنا العاب تانية كتير قوي تكسب فيها. صح ولا ايه؟ صح. هنروح بقى نسمع حدوته حلوه ونرجع نشوف العابنا الحلوه اللي احنا هنكسب فيها. بكل أصحابنا في رحلتنا السعيدة وأهلا بأصحابي اللي معايا النهاردة. والنهاردة هنحكي قصة يا أصحابي مهمة جدا جدا جدا. وهنشوف خمس أصحاب عملوا إيه في آخر القصة. رجعوا أصحاب زي ما كانوا في الأول ولا لا؟ قصتنا النهاردة اسمها قلوب من ورق. هنتعرف فيها على خمس أصحاب عاملين زي كده شايفين كده الإيد الصوابع في الإيد كلهم مع بعض إزاي. هم كانوا خمس أصحاب دايما مع بعض. إياد وعادل وأمين ورشدي وكريم. كل واحد فيهم كان بيشبه اسمه. إزاي؟ هقول لكم. كريم كان كريم جداً. بس مش كريم بس إنه بيدي أصحابه وحكته أو بيجيب لأصحابه هدايا. لا كان كريم كمان في مشاعره. يعني إيه؟ يعني لو حد تعبان يسأل عليه، حد زعلان يحاول إنه هو يشوف ماله ويحاول إنه يريحه. يعني كان الحقيقة كل صفات جميلة جداً. إياد كان متحمس جداً ودايماً بيساعد أصحابه. لو لقى حد سايق العجلة واقع، لأن هو إياد كان شاطر جداً في العجل، يعني كان واخد بطولات في الدراجات، في سباق الدراجات. لو لقى حد وقع على طول هو اللي يرفعه ويعلمه
ويبقى دايما واخد باله من كل اصحابه، بالذات ان كلهم بيروحوا المدرسه بالعجل. رشدي العاقل، رشدي معنى كلمه رشد يعني العقل، فرشدي كان العاقل اللي هو ايه الهادي بقى، لو مثلا حد عايز ياخد رايه في حاجه يسمع ويفكر ويقول له الراي المظبوط. عادل زي اسمه ايه؟ عادل، يعني لو اتنين من صحابه مثلا زعلوا من بعض يحكم بالعدل بينهم، يشوف فعلا مين الغلطان ويقول له لا انت ما كانش صح تعمل كذا. اما امين فكان فعلا امين، لو حد قال له سر، لو حد مثلا شافه مثلا متضايق من حاجه واشتكى له ما يقولش ابدا لاي حد اللي هو سمعه. يعني كلها صفات جميله ولا لا؟ جميل. كلهم كانوا اصحاب، هم جيران في نفس الشارع وكمان اصحاب في نفس الفصل في المدرسه. لكن يا اصحابي من اول السنه الدراسيه دي حصلت حاجه فرقتهم عن بعض. ازاي؟ كل واحد فيهم بقى معاه موبايل وبقى عنده فيسبوك. اللي حصل ان بدات الدراسه، كريم رايح المدرسه بالعجله وباباه اشترى له عجله جديده هديه النجاح، ما كانش عارف يسوقها قوي لسه، يعني ما اتمرنش عليها. رايح المدرسه وخايف يتاخر بسرعه خبط في الرصيف، حصل له ايه؟ وقع. احنا قلنا اياد لما كان حد بيقع بالعجله كان بيعمل له ايه؟ يساعد. عارفين اياد عمل ايه؟ لو عرفتوا هتزعلوا. جري 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 اياد، وبدل ما يوقف كريم راح قاعد جنبه وبصور نفسه سيلفي مع كريم وهو واقع. ده صح ده؟ لا. وراح نشر الصوره بسرعه على صفحته في الفيسبوك. طبعا كل اللي معاهم في المدرسه عملوا ايه؟ على كريم. صح. بقوم يقولوا يا خبر، ايه يا كريم ده مش عارف تسوق العجله؟ ايه ده؟ ده كلام واقع بتقع في الارض كده على طول. كريم يزعل ولا لا؟ يزعل. امين بقى لقى ايه؟ ان يا سلام ده اياد كده الصفحه بتاعته جايبه بقى ايه لايكات كتير والناس عماله بقى تعلق. الله، طب ما انا كمان يعني ايه ابقى زيه. راح عامل مشاركه، عامل شير للصوره اللي حطها اياد لمين؟ لكريم. اخ، يعني دلوقتي الاثنين، واحد صوره وحط الصوره وواحد خد الصوره من صفحه صاحبه. رشدي الحقيقه زعل جدا من الموقف ده، راح كاتب تعليق على صفحه امين وقال له ما يصحش اللي انت عملته ده. امين زعل وقال له انا مش السبب، اياد هو اللي صوره وهو اللي حط الصوره الاول. مين اكتر واحد بقى كان زعلان في كل دول؟ كريم. معقول يا اصحابي تعملوا كده؟ ده كلام يعني، ده احنا اصحاب، ده كلام. طيب لو كان اياد وامين اتصرفوا غلط اكيد اكيد الباقي هيبقوا برضو بيتصرفوا معايا زي زمان. يا عادل، يا عادل يعني انت يرضيك اللي حصل ده؟ عادل بقى محتار يعمل ايه، يعني مش عايز يخسر صحابه. طيب يعمل برضو زي رشدي ويهاجم امين او يكتب على صفحته كلمه وحشه؟ لا. طيب يقول لكريم انت كمان اكتب على صفحتك حاجه وحشه ضدهم؟ لا. فقال احسن حاجه ايه؟ خليني بعيد، مش هتدخل خالص في الموضوع ده. زعل منه كريم لان الله احنا كلنا اصحاب، ولما هم يزعلوني انت المفروض تاخد موقف انت كمان وتزعل منهم. بس هو قال انا كلهم اصحابي وانا مش عايز اخسر ولا حد فيهم. بس في النهايه كلهم زعلوا من بعض وكل واحد حذف التاني من صفحته. شفتوا بحاجة صغيرة ازاي ممكن نخسر أصحابنا؟ شفتوا عشان كل واحد عايز يبقى صفحته فيها لايكات وفيها شير وفيها الحاجات الجديدة دي، ممكن عشان يحقق ده يعمل تصرفات تبقى غريبة جداً على شخصيته؟ يعني احنا قلنا إياد بيساعد ولو حد وقع بيرفعه كده ويقوله معلش ويطبطب عليه ويفضل جنبه. معقولة أول ما صاحبه يقع بدل ما يساعده انه يقف يروح مصوره سيلفي؟ ده تصرف صح؟ لا. انتوا لو حد من اصحابكم عمل معاكم كده اعملوا ايه؟ هنزعل. اكيد. شهر عدى والتاني عدى وهما متخاصمين ما بيكلموش بعض خالص 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 نهائي، خلاص كانهم ما يعرفوش بعض، كل واحد يركب العجله بتاعته ويمشوا في الشارع ولا يكلموا بعض ولا يسلموا على بعض لما يوصلوا البيت، ولا حتى بيكلموا بعض يتابعوا الواجب يراجعوا خدوا ايه النهارده، ولا حاجه خالص خالص خالص. وكانوا قاعدين جنب بعض في الفصل، طلبوا من المدرس ان كل واحد يتنقل من جنب صاحبه اللي كان قاعد معاه عشان يبعدوا عن بعض خالص. ده تصرف صح ان حاجه صغيره تخلي الخمس اصحاب يتفرقوا عن بعض بالشكل ده؟ لا. اكيد لا. بس الحقيقه هما كل مدى كانوا كل واحد فيهم بيبقى عايز يبعد عن التاني تماما،
حتى لو تقابلوا في الشارع ما كانوش بيسلموا على بعض. بعد ما كانوا على طول مع بعض مفيش حد فيهم كان عايز يشوف التاني أبداً أبداً أبداً. خلصت أيام المدرسة وبدأت أيام الصيف، وكلهم كانوا ساكنين في مدينة ساحلية. يعني إيه مدينة ساحلية؟ يعني مدينة بتطل على البحر، فكان بيبقى فيها كل سنة مسابقة للطيارات الورقية، يعني بيطلبوا من كل واحد يعمل طيارة ويبدأ السباق، وكل واحد يطير الطيارة بتاعته ويشوفوا مين أكتر واحد طيارته هتطلع لفوق وتبقى سابقة كل الطيارات التانية. كل سنة كانوا الخمس أصحاب بيشتركوا مع بعض يعملوا طيارة واحدة، كلهم يقعدوا ويفكروا هنعمل الطيارة هنلونها بإيه، طب هنحط عليها إيه، طب هنكتب عليها إيه. كل واحد يفكر، والخمس أفكار مع بعض لما نفكر سوا مع بعض بنوصل لفكرة أكيد مختلفة غير لما كل واحد يفكر لوحده. صح؟ صح صح. جربتوا قبل كده تعملوا حاجة كلكوا سوا مع بعض، مثلا مع أصحابكوا مع قرايبكوا مع جيرانكوا تشتركوا في حاجة كلكوا؟ آه لا قبل كده. عملتوا إيه؟ قبل كده كلنا شاركنا مع بعض ورحنا جبنا حلويات بقى وقعدنا ناكل كلنا مع بعض. حلو، انتوا اشتركتوا انكم تحتفلوا، لكن انا ما عملتوش مثلا مع بعض لوحه سوا، رسمتوا رسمه كبيره سوا، عملتوا عمل كده في المدرسه لو طالبين منكم نشاط عملتوه مع حد من اصحابكم؟ عملنا فوانيس رمضان. حلو قوي. لما بنعمل حاجه مع اصحابنا بنقعد احنا الاثنين نفكر، ممكن انا افكر في فكره، صاحبتي تفكر في فكره تانية، نحط الافكار كده مع بعض ونفكر الفكرتين يبقوا فكره واحده، فبتبقى حاجه جميله جدا. العمل الجماعي عمل جميل، لكن الحقيقه السنه دي كل واحد قال انا هعمل طياره لوحدي. المشرف على المسابقه استغرب جدا قال لهم ليه؟ كل واحد قال لا خلاص احنا ما بنكلمش بعض وما بقيناش صحاب، وكل واحد فينا هيشترك، وبالعكس كل واحد فينا هينافس كمان التاني. يعني بدل ما كانوا كلهم ايد واحده، كل واحد دلوقتي هينافس صاحبه أو هينافس اللي كان صاحبه. أمين قال لا أنا هعمل طيارة ما حصلتش، وأنا عارف إن أنا أكتر واحد هسبقهم، لأن أنا كنت دايماً لما بنعمل الطيارة الكبيرة كنت أنا اللي بمسك الخيط بتاعها، وعشان أنا قوي كنت أنا اللي بعرف أطيرها. عادل قال لا أنا عندي فكرة هتخليني أسبقهم كلهم، هعمل طيارة بشكل معين كده، شفت فيلم في قناة كده عن الطيارات وعرفت إزاي أعمل طيارة تسبق كل الطيارات. كريم قال خلاص أنا مصر أسبقهم عشان أثبت لهم إن أنا مش ضعيف، وما كلهم ضحكوا عليا لما وقعت بالعجلة، بس أنا حسبت لهم بقى أنا معرفتش أسوق العجلة لكن أنا هسوق بقى الطيارة، وحيشوفوا إن طيارتي هتسبقهم كلهم. كل واحد منهم كان بيتحدى التاني، يعني كمان مش كل واحد خلاص بقى بيعمل طيارة والوحده، لا ده كل واحد عايز مصمم إنه يسبق التاني. اتغيروا تماماً بعد ما كانوا كلهم مع بعض. فعلاً أصحابي كل واحد عمل الطيارة اللي هو نفسه يعملها، وبدأ السباق. كل واحد واقف بعيد عن التاني، وكل واحد ماسك الطيارة بتاعته بيطيرها لفوق. حصلت حاجة بقى غريبة جداً. أولاً كل الناس كانت مستغربة اللي بيتفرجوا إن الخمس أصحاب ما بقوش مع بعض. تاني حاجة كل واحد طير طيارته واقف يبص بقى للتاني بتحدي كده، أنا إيه؟ هكسبك، أنا اللي هسبقك. وهم واقفين والطيارات في السماء، طيارة حقيقية عدت فوق 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 فوق. عارفين إيه اللي حصل؟ الطيارة بتاعت إياد اللي هو في الحقيقة زمان زمان كان هو اللي بيحميهم، غصب عن إياد مش هو اللي وجهها، تحركت الهواء حركها بقت بتحمي الأربع طيارات التانيين، وقفت عشان تحميهم. كل الطيارات بقى إيه؟ كلهم خافوا لما لقوا طيارة حقيقية، فكلهم إيديهم اترعشت كده وخايفين. طيارة إياد بسرعة راحت ارتفعت وحامت الأربع طيارات التانيين. الله يا خبر، الطيارة عملت زي ما كان إياد بيعمل زمان قبل ما يزعلوا من بعض. كل شوية أصحابي الهوا يحرك الطيارات، الطيارات تقرب من بعض، فالخيوط اللي ماسكينها الولاد غصب عنهم هم كمان يقربوا من بعض. كل شوية الطيارات تقرب من بعض وهم يقربوا من بعض. في لحظة الطيارات كلها اجتمعت في السماء وعملت شكل جميل قوي. عارفين شكل ايه؟ شكل قلب، قلب كبير جواه خمس طيارات ورق. يا كل بقى يبص يقول معقوله معقوله الخمس طيارات انضموا لبعض في شكل قلب كبير. وقتها كل الناس سقفت وكل الناس كانت مبسوطه، والخمس اصحاب وقتها بقى يبقوا عاملين ايه؟ مبسوطين. ها؟ مبسوطين. كلهم بقوا مش مصدقين، معقوله؟ كل واحد في اللحظة دي بص للتاني وافتكر لحظات جميلة جداً كانت بتجمعهم سوا. أمين يقول يا إياد يا ما ساعدني، حقيقي كتير ساعدني،
هو اللي علمني أسوق العجلة، وأول عجلة جبتها فضل ماشي ورايا بالعجلة بتاعته كل يوم لحد ما اتعلمت إزاي أسوق العجلة بتاعتي. وإياد يقول يا ما أمين قلت له على أسرار كانت مضايقاني وحاجات من أصحاب تانيين عمره ما قالها، وعمره ما خلاني أزعل من حد ونقل له أي كلمة أنا قلتها في ساعة غضب. كل واحد فيهم افتكر حاجة كويسة عملها صاحبه معاه وقال خلاص اللي حصل حصل، بس الطيارات تاني هترجعنا أصدقاء. وهنا المشرف على المسابقة قال دلوقتي هقول لكم النتيجة، النتيجة إن الخمس طيارات فازوا بطيارة واحدة، يعني كأنهم عاملين زي زمان إيه؟ طيارة واحدة، لأن الخمس طيارات بقوا حاجة واحدة في السماء على شكل قلب. يا قلوب، خمس قلوب، بس قلوب من إيه؟ قلوب من ورق، لأن الطيارات من الورق. يعني صفحة الفيسبوك اللي لونها إيه؟ أزرق فرقتهم عن بعض، لكن صفحة السماء اللي لونها إيه؟ أزرق خلتهم يبقوا إيه؟ أصحاب تاني زي زمان بطيارة واحدة وبقلب كبير يساع الخمس أصحاب مع بعض. كلهم بصوا لبعض، ضحكوا لبعض، نزلت الطيارات كلها في سلك واحد أو في خيط واحد، كلهم مع بعض مضمومين، ما عرفوش يفرقوهم تاني وما حبوش يفرقوهم تاني، سابوها طيارة واحدة بقلب كبير وكلهم احتفظوا بيها. كل واحد كان بياخدها شوية وكتبوا كلهم ورا الطيارة، كل واحد كتب كلمة حلوة لصاحبه، كل واحد كتب اعتذار جميل لصاحبه وقالوا الطيارة دي هتفضل معانا، كل ما نزعل من بعض هنفتكر اللي حصل والطيارة اللي رجعتنا تاني أصحاب. صحيح كانت كلها قلوب من ورق في السماء، بس رجعت قلوبنا تاني قلوب من ذهب، قلوب بتحب بعضها ومش ممكن أبدا نزعل من بعض تاني. إزاي ممكن الفيسبوك في يوم من الأيام فرقنا عن بعض؟ إزاي؟ إحنا كنا أصحاب طول عمرنا، سنة بسنة في المدرسة مع بعض وفي النادي مع بعض وفي الشارع مع بعض، حاجة صغيرة ممكن تخلينا نخسر أصحابنا بالسهولة دي؟ ممكن؟ ممكن؟ إزاي؟ إحنا لازم نبقى عارفين الفيسبوك والحاجات يا أولاد الحديثة دي مهما كان مش ممكن هتعوضنا عن أصحابنا، ومش ممكن هتكون سبب إن إحنا تخلينا نبعد عن أصحابنا أو نبعد عن الناس اللي بنحبهم مهما حصل. صح. لا عدد الإعجابات ولا اللايكات ولا الشير ولا الكلام ده كله ممكن يكون هو الحاجة الوحيدة اللي بتسعدنا، في حاجات كتير قوي ممكن تسعدنا. صح؟ صح, صح؟ عجبتنا القصة بتاعت قلوب من ورق؟ إيه اللي عجبنا فيها؟ إيه كمان؟ أيوة الأصحاب الخمسة رجعوا أصحاب، يعني عايز تقول كده هو ده أحلى حاجة فعلاً، إن إحنا مهما زعلنا من بعض نرجع تاني نبقى أصحاب. أصحابي أتمنى قصتنا قلوب من ورق تكون عجبتكم وعرفتوا إن القلوب عمرها ما تزعل من بعض أبداً بسبب حاجة بسيطة، وإن الفيسبوك مهما كان مش هيفرقنا أبداً عن بعض. أشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سباحة. بقى للعبة الترابيزات، وهنشوف الأستاذ محمد والأستاذ إيفان هيعملوا إيه في أول لعبة. هل الفريق الأحمر هيكسب؟ هل الفريق الأصفر هيكسب؟ هنشوف مع بعض. جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ طب يلا ريدي، انفخوا البالونة، لسه ما قلتش حاجة، ستدي، اعمل زي ما إيفان كده عمل، يلا خلاص بقى، حلو قوي كده، جو. الله، حلو، ماشي يا ولد يا إيفو، يا ولد يا محمد، الله يا إيفو، الله يا محمد، انتوا بتلعبوها بقى دايما ولا ايه؟ ده ايه الشطاره دي؟ ماشي برافو. إيفو دخل البلوكه الثالثه، ممكن تروح من هناك يا إيفان. ايوه الله يا محمد، مين هيدخل ما لا لا ما 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 تزقهاش هوا، بس ما تزقهاش هوا، بس يا إيفو هوا، بس محمد محمد ولا ايفان اللي هيطق هوا، بس مش بدقهاش. ايوه بقى محمد هرجعك تاني، ودخل في البلوكه الثالثه. ماشي يا محمد، وسع لك اهو، برافو
لا لا ايه ده ايه ده ايه بتعمل ايه ايه يعني ايه انت صح كده مالكش دعوه ايوه برافو رجعك تاني ما تلمسش الكوبايه يا ايفو خالص برافو حلوه دي قوي عجبتني حلوه قوي اللي بيحصل ده بقى يا ابني ما تلمسش الكوبايه ايفو برافو يا محمد ايفان ولا محمد الاثنين دخلوا في البلوكه الثالثه في نفس الوقت ها انفخ يا محمد انفخ يا ايفان ايفان شكله هيطلع بدري برافو برافو يا محمد ها برافو ها بقى ما تزقش الكوبايه ها ها اي يعني ثواني فرق ثواني بس ايفان طبعا هو اللي كسب برافو يا محمد والله جريت جوب انت رحت فين انت تعال يلا كده الفريق الاحمر كسب فرق ثواني بسيطه جدا تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه جينا لتاني لعبه الترابيزه وهنشوف بقى الاستاذ جاستن والاستاذه روفينا هيعملوا ايه ومين اللي هيوقع الكوره ومين اللي مش هيوقعها وهيعرف يوصلها جاهزين يا اساتذه يلا بينا يلا ريدي ستدي جو يا نهار ابيض يا نهار ابيض ممكن ممكن ايه التأني اللي انتوا الاثنين في بوسي تبصي لي ازاي؟ بوسي تبصي لي ازاي؟ يا نهار ابيض بالراحه يا روفي انت سابقه بس بالراحه بالراحه يا روفي انت بتعمل ايه؟ انت خارج بره البتاع اصلا هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت وقعتها الاول اساسا يعني انت كنت قربتي بس هو وقع قبليكي حظك يعني يلا الحمد لله على كل شيء كده يبقى الفريق الاصفر هو اللي كسب فريق احمر مره فريق اصفر مره تعالوا نشوف كده كده كسبنا نشوف الثالثه هتعملوا ايه هنشوف بقى اللعبه الثالثه على نفس الترابيزه هيعملوا ايه جينا لاخر لعبه الترابيزه وهنشوف بقى الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر اللي هيكسب على حسب مين اللي هيوقف الازاي الصح جاهزين جاهزين يلا يا استاذ ايفو مره ايفو الاول محمد ماشي ايفان يلا يلا يا محمد برافو اكس حلوه قوي يلا ايفو ها محمد ايفان برافو حطي اكس هنا ماشي ها فاضل لك زلطه وتطلع بره مش عايزاك تتوتر يلا ايفان يلا يا محمد برافو ها الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب ايه دي لا استنى الفريق الاصفر هو اللي فاز وبكده يبقى الفريق الاصفر هو اللي فاز في الترابيزه بشكل عام بس هل انتوا اتبسطتوا؟ لا ايه ده ليه؟ لا ما اتبسطتش معلش بس بقيه اللعبه انت كسبت فيها اتبسطت من الرحله عامه لغايه دلوقتي يعني مبسوط من الرحله لغايه دلوقتي لسه عندنا جزء تاني استنونا بكره في نفس الميعاد علشان نكمل لعب وتحديات وان شاء الله هيكسب بكره في حاجات تانيه بس النهارده بقول لهم ايه باي باي اقول لهم باي.